هولندا بلد الأبقار والأجبان والطواحين والزهور، هي بلد إنتاج محصول البطاطا الذي يعد من أبرز المنتجات والمحاصيل الزراعية التي يستهلكها الإنسان حول العالم. تعتبر البطاطا من أشهر المحاصيل الزراعية في المعمورة، حيث تنمو ثمار البطاطا تحت التربة وتأخذ شكلاً بيضوي أو مستدير، تغطيها قشرة رقيقة ذات لون بني فاتح، وتكون من الداخل بيضاء اللون وقاسية الملمس، وتكثر زراعة البطاطا لفوائدها العديدة والكثيرة. اهتمامنا بمادة البطاطا في زيارتنا لهولندا نتيجة الأهمية التي يوليها الجزائري لها، فتستخدم في إعداد الكثير من الأطباق، وهي مصدر غني بالبروتين والنشا والفيتامينات والأملاح المعدنية، وكما أنها تستخدم لتنظيم عمل الأمعاء وإزالة حموضة المعدة وعلاج آلام المعدة والأمعاء وعلاجات التسمم، وتستخدم في علاج الأمراض الجلدية. ثمة أكثر من 3000 نوع من البطاطا، ولديها ألوان مختلفة بين الحمراء الصفراء الزرقاء والخضراء. إنها غنية بالفيتامين سي وبها الكثير من السكر. قبل 50 سنة كانت غذاء هاما وأساسي، لسيما مع اندلاع الحرب العالمية الثانية وشح المواد الأساسية آنذاك. اكتشفت البطاطا عند الأوروبيين بعد اكتشاف العالم الجديد، وتحديدا في بلاد البيرو، ونقلت من طرف المعمرين الإسبان إلى أوروبا، وتحصد في الغالب بين نهاية شهر أوت وبداية شهر أكتوبر. يحبها الغني والفقير، الشباب والشيوخ، وهي رفيقة للمرأة لطهي أشهى المأكولات، من البطاطا المهروسة إلى البطاطا المقلية التي تعد الشيبس أشهرها، والأخرى الخاصة بمطاعم الوجبات السريعة التي تصل مشترياتها لملايين الدولارات، وصولا للعديد من أشهى أطباق الجراتان والبوراك، وطبعاً الأكلات السريعة كالبطاطا المقلية والبيض، والذي يأخذ أشكالاً أشهرها طبق التورتيا الإسبانية. عملية الحصاد تطورت من استعمالات الأيدي إلى استعمال الجرارات والماكينات والشاحنات التي سهلت كثيراً، وهي تقوم بفصل التربة وبقايا كل الشوائب عبر حواجز معدنية وجسور تمر بها البطاطا، ما سرع في الاقتصاد في الوقت والمال. مرحبا بكم في أجرو بلانت. إنها موزعة بين مزرعة ومخازن ومكاتب في الريف الهولندي. نحن نصدر البطاطا لكافة مناطق العالم وخصوصا أوروبا، لأننا نصدر لجهات من أوروبا، ومع هذا فنحن نتواجد في شمال إفريقيا، وواحدة من أكبر أسواقنا فيها هي الجزائر التي نصدر لها ما بين 8 إلى 9 أطنان من بذور البطاطا سنويا. نحن نصدر إلى الجزائر نوعية سبونتا، وهي النوعية المطلوبة في ذاك البلد، وأيضا أنواع أخرى كوميترو ومارغاريتا، عفوا أقصد ديو ومارغاريتا، لأن مترو تنتظر التسجيل الرسمي، وهي نوعيات مماثلة وجيدة مثل سبونتا. تظل الحشرات الضارة الهاجس الكبير للبطاطا، لذلك فيجهز من أجل هذه العملية الكثير من عمليات نشر المبيدات لقتل الحشرات الضارة. في ناحية التخزين تقبع البطاطا أحياناً بالأشهر ليتم بيعها، لذلك يجب أن تحضر لها أماكن مخصصة بعيدة عن الضوء لأنه يضرها، وتضع تحت درجة حرارة لا تزيد عن 5 درجات مئوية، مع ضرورة توفير التهوية والتقليل من الرطوبة التي تؤثر عليها في إفساد المنتوج. أن تمنح ثقة والضمان للمستهلك، فهذا هو التحدي لنا، لكن ما نضمنه للزبون هو النوعية الجيدة للبذور، والتي لديها شهادة ضمان ونوعية من طرف الحكومة الهولندية، حيث تكون خالية من الشوائب والبكتيريا والأضرار، حيث تساعد الفلاح على الحصول على منتوج جيد، وهو ما نحاول أن نستهدفه دوماً.
جولتنا في الأراضي المنخفضة وهي التسمية الأخرى لهولندا نتيجة انخفاض الأرض عن سطح البحر جعلتنا نقف كيف استطاع الإنسان الهولندي بناء الطواحين التي ساعدته في كل شيء من تجفيف المياه لطحن المنتجات وري المحاصيل الزراعية. الهاجس الوحيد للزراعة في المناطق الصحراوية هو توفر المياه لأن النبات يحتاج للماء للنمو. إذا سافرت لإفريقيا فإنك ترى في السماء تلك المساحات الدائرية المزروعة والجميلة وهذا يثبت نجاعة التجربة. ستكون جولتنا في الريف الهولندي شديد الخصوبة وشديد الإخضرار من حيث الأراضي الزراعية مقسمة بين المزارع التي تزرع فيها البطاطا ثم نزور مراكز التخزين المجهزة بأنظمة التبريد. نحن نتواجد في هذه المزرعة مستر بيتس. إنها واحدة من أهم مزارع البذور التابعة لمؤسسة أجرو في هولندا وبها أكثر من 20 هكتار من الأراضي المستصلحة لزراعة أنواع بذور البطاطا والبصل ونحن سعداء لما نقدمه من خلال المنتوج المحصل عليه. هذه هي المخازن التابعة لمؤسسة أجرو بلانت التي أنشئت منذ العام 1986 من أجل استغلال وزراعة منتوج البطاطا الذي يمتاز عندنا بالجودة هنا في هولندا، وأيضا نعمل من أجل تحسين وتطوير النوعية من أجل تحقيق أحسن نسب البيع في بلدان العالم وشمال إفريقيا التي نبيع لها بذور البطاطا. لزراعة البطاطا يجب أولاً توفير مساحة أرض والعمل على حرث التربة جيداً وسقاية الأرض قبل الزراعة من 3 إلى 4 مرات قبل البدء في الزراعة، وتتم بإحضار بذور البطاطا واستخدام الدرنات وتسمى أيضاً التقاوي المخصصة للزراعة، ويفضل الزراعة في منتصف فصل الربيع ويمكن زراعتها على مدار العام، ويتم وضع الدرنات وسقايتها حتى تنمو البراعم عليها ثم القيام بعمل حفرة صغيرة تحت التربة، وبين كل حفرة وحفرة أخرى يجب ترك مسافة من 20 إلى 50 سنتيمترا، والعمل على سقاية التربة يوميا وخاصة عند نمو الأزهار حيث يجب سقايتها جيدا وبشكل منتظم، ويجب الانتباه لعدم الإفراط في الري لتجنب تعفن الأوراق وتسميد التربة حتى تنمو البطاطا بجودة عالية، وبعد ذلك رش المبيدات الفطرية لتقليل إصابة محصول البطاطا بأي مرض. وستمر نبتة البطاطا بعدة مراحل فتنمو السيقان والأوراق والأزهار ثم تنمو الدرنات. الماء يظل العنصر المهم لكل كائن حي، وباعتقادي أن توفر المياه هو العامل الأساسي لنجاح زراعة البطاطا في المناطق الصحراوية. وبعد نمو الأزهار يفضل قطعها حتى تزيد حجم الدرنات. هذه هي النوعية اسمها نيكولا، وهي تزرع في الجزائر وتونس والمغرب، وتزرع أيضا هنا في هولندا وألمانيا. عند زراعة محصول بطاطا كثير يقوم المزارعون باستخدام آلات مخصصة لزراعة الدرنات بعمل خطوط وزراعتها على عمق 5 إلى 10 سنتيمترات وترك مسافة بينهم، ويفضل زراعة البطاطا في تربة طينية وأن تكون ذات تهوية جيدة مع إزالة الحشائش، وتستخدم آلات الحصد لحصد المحصول وإخراج البطاطا من تحت التربة، ويتم إخراجها من قبل المزارعين بحفر أماكن تواجد البطاطا وإخراجها. خلال قرن من إدخالها إلى هولندا في أوائل القرن 17 أصبحت البطاطا واحدة من أهم محاصيلها الغذائية، وتعد هولندا اليوم واحدة من أكبر منتجي البطاطا في العالم، حيث بلغ مجموع ما حصد منها زهاء 7.2 مليون طن. وعلى الرغم من أن إنتاج البطاطا قد تناقص في معظم أوروبا، فما زال الهولنديين يزرعون نحو 25% من أراضيهم الصالحة للزراعة، وهو ما يقدر زهاء 160 ألف هكتار بالبطاطا،
وقد حققوا أعلى مستوى للغلة سجل في العالم، وهو 45 طنا للهكتار. لكن نصف محصول البطاطا الهولندي يزرع للغذاء فحسب بصورة مباشرة، أما 20% فتزرع للبذور البطاطا، و30% الباقية تجرى معالجتها لإنتاج النشاء. نحن من جانبنا نساعد الفلاحين في تطوير وتحسين كيفية ونجاعة الاستثمار الزراعي في مادة البطاطا من خلال ما نمتلكه من خبرة ومهارة، ويتبقى على الفلاح إيجاد التربة الملائمة والماء في المناطق الصحراوية. يتم تصدير ما يقارب 70% من البطاطا الهولندية الصالحة للأكل على شكل ضرنات طازجة ومنتجات بطاطا مثل الرقائق والدقيق. هذا النوع من البطاطا مخصص للقلية التي تستخدم في مطاعم الإطعام السريع. كما تعد هولندا أكبر موردي بذور البطاطا في العالم، حيث وصلت صادراتها منها نحو 800,000 طن في العام. لقد زرت الجزائر وزرت فيها منطقة هران، لكن للأسف أحياناً يكون المنتوج عندكم رخيص الثمن، وهو ما يؤثر على مداخيل الفلاح، لأن الكثير من الفلاحين لا يمتلكون السيولة المادية اللازمة والتي تساعدهم في إعادة الاستثمار مستقبلاً. ومع ذلك أتمنى أن تتحسن الأمور في المستقبل القريب. نحن نتواجد في الجزائر منذ أكثر من 10 سنوات، ونود أن نطور تواجدنا في هذا البلد أكثر، لأنه بلد واعد بالفرص، ونود تطوير منتج البطاطا أكثر فأكثر. إننا نشارك أحياناً في بعض المعارض في الجزائر عبر موزعنا السيد توفيق عباد. أتمنى أن هذه الزيارة قد ساعدتكم على فهم طرق زرع بذور البطاطا وجني المحصول وكيفية تصديرها فيما بعد لبلادكم ولباقي بلدان العالم. من زيارتنا إلى موانئ روتردام العالمية، ثم مصانع الأجبان التقليدية والحديثة في ريف أمستردام وغيرها من المدن الهولندية، ووصولا إلى كيفية زراعة البطاطا، سنواصل مستقبلاً رحلتنا في الأراضي الهولندية مع قصة أخرى ستكون الزهور الهولندية الشهيرة. فإلى موعد آخر إن شاء الله من هولندا.